كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن حوادث التحرش أو الاغتصاب أو الاعتداء والتي يتهم فيها سائقو سيارات تطبيقات النقل التشاركي في مصر مثل أوبر وكريم وغيرها من التطبيقات، والتي كان أولها فتاة الشروق حبيبة الشماع التي قفزت من السيارة وقالت إن السائق حاول خطفها قبل أن تدخل في غيبوبة وتتوفى لاحقا، مرورا بقصة فتاة التجمع نبيلة عوض منذ أيام. عوض اتهمت سائق أوبر بمحاولة اغتصابها ونجت منه بأعجوبة، ويتم التحقيق في القصة الآن. عدد كبير جدا من شكاوى التحرش والاعتداءات رفعت منذ ذلك الوقت حتى يوم هذا ضد سائقي التطبيقات، أي منذ بداية حادثة حبيبة الشماع مرورا بكل الحوادث. وفي كل مرة كان يكثر الحديث عن الشركة وتحملها المسؤولية بنفس القدر التي يتحملها السائق المتهم، وذلك لعدم التأكد من ضمان سلامة الركاب. وفي كل مرة كانت تصدر الشركة بيانا تتأسف فيه للحادث وتؤكد أنها تتابع المستجدات وتتواصل مع السلطات. لكن بعد الحوادث التي كثرت مؤخرا وبعد طلب إحاطة تقدم به نواب، مثلت أمس الشركة وللمرة الأولى أمام البرلمان، وحضر ممثلا عنها وهو كبير مديري السياسة العامة والحكومية لشركة أوبر عن شمال إفريقيا والخليج العربي أحمد علي، وحضور وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات واللجنة المختصة في المجلس. وفي نهاية الجلسة تم الخروج بقرارات وتوصيات سنتناولها لاحقا. لكن خلال الجلسة ممثل أوبر قال إن الشركة مستمرة في تقديم الدعم لضحايا سائقيها، وذلك رغم أن البعض الأهالي ينفون بالمناسبة هذا الموضوع، وقال أيضا أنهم متعاطفين مع الضحايا ويقومون بتغطية التكاليف العلاجية أيضا. وكشف ممثل أوبر عن مجموعة من الإجراءات التي استحدثتها الشركة بعد الحادثة الأولى لحبيبة الشماع، مثل استحداث زر للاستغاثة العاجلة على جميع تطبيقات النقل التشاركي، وإلزام السائقين بتقديم بيان بالسجل الجنائي أي ما يسمى بفيش جنائي سنويا، هذا بالإضافة لفصل الراكب عن السائق بلوح زجاجي. ولكن في نفس الوقت أكد ممثل أوبر أن الشركة تواجه تحديا كبيرا، وهي عدم قدرتها على الوصول إلى السجل الجنائي للسائقين وعدم قدرتها على التأكد من صحة البيانات المقدمة من قبل السائقين. وقال إن أوبر بصدد التعاقد مع الشركات المتخصصة التي تستطيع أن تجري التحقيقات المطلوبة حول صحة البيانات للسائقين. وهذه النقطة كان تم الحديث عنها مؤخرا بشكل كبير، خاصة بعد أن اتضح أن السائقين يزورون في تقديم سجلاتهم الجنائية أصلا وبياناتهم وحتى نتائج فحوص المخدرات للشركة، ومنهم السائق الذي تسبب في موت حبيبة الشماع والذي تبين أن له سجل جنائي وأنه كان يقود تحت تأثير المخدرات. متابع. أنا النهاردة لو عايز أرفع هم بيطلبوا مني صورة البطاقة وش وظهر مبدئيا كده، فأنا بصورة البطاقة وش وظهر، طب أنا كنت شغال سواق في أوبر وتوقفت تمام بسبب أي سبب، بسبب أن أنا تحرشت، أن أنا بتعاطى مخدرات، حتى عمل لي شك، طب ما أنا هعمل إيه؟ البرامج بتاع الفوتوشوب الجديدة أو مغير رقم القومي بتاعي، وده اللي حصل في القضية لو تفتكر حضرتك في البنت اللي توفت شروق خدت بال سعادتك. أيوة حبيبة يا فندم، لما جم كشفوا عن الأكاونت بتاع السواق اكتشفوا أنه هو مقدم مستندات مزورة وأنه هو تم إيقافه من قبل، طيب يبقى دي ثغرة وهو قدر يخش لكم تاني. الوقت الحالي وأنا متأكد أن أكتر من 50% من الأكاونتات اللي موجودة على أوبر كلها مضروبة. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه المرة الأولى التي تخرج فيها الشركة وتتكلم بوضوح عن تلك الحوادث، لكن يبدو أن كل المطالبات وتبريرات الشركة لم تلقى أذانا صاغية من قبل ممثلي المجلس. فأكد عدد من النواب عدم التزام الشركة بتوصيات اللجنة المسؤولة عن قطاع النقل في البرلمان، ومنها معايير السلامة وتفعيل خاصية التتبع داخل السيارة. وردا على هذا قال ممثل أوبر أنه تم إلزام السائقين بالتقاط سيلفي لهم قبل التحرك. وعدد آخر من النواب أشار خلال الجلسة عدم تفعيل زر الاستغاثة داخل التطبيق، وأن الشركة تكتفي فعلا بإرسال صور سيلفي وموديل السيارة على الأبليكيشن فقط، وهذا لا يكفي بطبيعة الحال. وطالبوا إغلاق التطبيق أوبر في مصر وسحب الترخيص منهم كون الشركة لا تثبت كفاءتها وليست محل ثقة.
وخرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات لأزمة التنفيذ خلال 48 ساعة، مثل وجوب إلزام شركات النقل الذكي بسلامة الركاب واستخدام التكنولوجيا المتطورة في مراقبة الرحلات مثل الكاميرات والتسجيلات الصوتية ومراقبة الرحلات بغرف مركزية من قبل وزارة النقل، وتوفير مركز خدمة عملاء لاستقبال الشكاوى على مدار الساعة وتسجيل تلك الشكاوى على قاعدة بيانات مرتبطة مباشرة بوزارة النقل، وإجراء تحليل مخدرات وكحوليات لقائد السيارة كل 6 أشهر وعشوائي كل شهر بمعرفة معامل وزارة الصحة. ومعنا من القاهرة عبر الهاتف أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب. أهلا بك أستاذ أحمد، كان يفترض ظهورك معنا صوت وصورة لكن تعذر ذلك لانتهائكم الآن من الاجتماع. استعرضنا في الفقرة التوصيات التي خرجتم بها من الاجتماع أمس، هل ممكن أن تخبرنا ما استجد في اجتماع اليوم؟ أهلا وسهلا بحضرتك، معلش طبعا مع عدم الزور اللي ارتبطنا بالمناقشات داخل اللجنة وما زلنا داخل اللجنة لحد دلوقتي، لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان. طبعا هي قرارات وليست توصيات في وجود الحكومة، وزي ما قلنا هذه قرارات واجبة التنفيذ، وأكدت الحكومة على تنفيذها متمثلة في قطاع النقل الذكي. وقبل بس ما أكد على التوصيات، الدولة المصرية بتشجع بشكل كبير جدا الاستثمارات في صناعة تكنولوجيا المعلومات بكافة أشكالها وصورها. إحنا مش ضد حد كقطاع تشريعي ورقابي أو القطاع التنفيذي أيضا، وده كلام أكدته الحكومة إن هم مش ضد حد، ولكن أي سلبيات أو أي تجاوزات لابد إن إحنا نواجهها بقرارات أو تشريعات. أهم التوصيات إحنا بس يعني أولى القرارات تقصد التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات اللي هي زي أوبر وكريم هي شركات خدمات نقل، مش شركات حضرتك عاملة في مجال التطبيقات الرقمية، وده مفهوم كان لازم يتصحح للناس. وبالتالي فهي ناقلا ومعنية بضمان سلامة الركاب، وده التزام وجوبي زي ما قلت لحضرتك في البداية، لا يجوز مخالفته أو التحلل منه. خلال يعني ماذا يعني هذا القرار تحديدا؟ ان شركات النقل الذكي اللي زي اوبر وكريم هي خدمات نقل، مش تطبيقات بتعمل في مجال النقل، مش التطبيقات الرقميه فقط. يعني ما الفرق بينهما؟ يعني هي تتبع هيئه النقل الذكي، تتبع وزاره النقل والمواصلات. اما الشق اللي يخص التطبيقات الرقميه فده شق بيخص وزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، ونحن نقوم به على اكمل وجه. ما هي التوصيات، ابرز التوصيات اذا أو القرارات أصبحت الآن قرارات كمان؟ تمام، القرارات طبعا إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون، هم لهم قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وده صدر طبعا بقرار رئيس الوزراء رقم 2180 سنة 2019. إلزام الحكومة متمثلة في قطاع النقل الذكي بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال بقى دي الأهم بقى وده اللي يهم الناس. استحداث وسائل حماية إضافية اللي هي عملية متابعة عملية النقل البري اللي هي الرحلات اللي بتطلع باستخدام تكنولوجيا المعلومات، استخدام الكاميرات والتسجيل الصوتي. الكاميرات لازم تبقى موجودة داخل سيارات النقل الذكي، والتسجيل الصوتي اللي هو تسجيل الرحلة، وده شرط بموافقة العميل، ولا يحق للسائق أو الكابتن اللي موجود غلق التسجيل الصوتي. شددنا في القرارات بتاعتنا التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال ده توفير مركز لخدمة العملاء عشان يستقبلوا الشكاوى. لازم النهاردة في شكاوى عديدة وكثيرة، وده طبيعي طبعا لأن المجال ده أكيد بيبقى فيه العديد من الشكاوى، لازم يكون متوفر مراكز مش مركز واحد لخدمة. عندهم طبعا بعض الشركات زي أوبر عندهم مركز واحد، ده ما ينفعش النهاردة. يعني هذه القرارات خاصة بمصر لأنها هذه الخدمات ليست متوفرة ببلدان أخرى؟ صحيح، لا احنا بنتكلم لان سوق العمل في مصر سوق كبير. سوق العمل في مصر سوق كبير جدا، فاحنا بنتواكب مع السوق الكبير ده وبنوفر الامكان، وده كويس على فكره كمان لشركات النقل الذكي، يعني ده بيدعمه في ان المواطن يثق فيه. بس هل هم مجهزين لمثل تلك الخطوات؟ ان شاء الله يبقوا مجهزين وهيبداوا في التنفيذ. واكدنا كمان مراكز خدمه العملاء اللي هي استقبال الشكاوى بتاعت العملاء
وتسجيلها بشكل منتظم. ده هيكون مربوط كمان سيادتك بقاعده بيانات الشكاوى، دي هيتم ربطها الكترونيا عند طلبها باي وسيله من الوسائل بوزاره النقل، يبقى كمان هتبقى مربوطه مع الحكومه متفصله في وزاره النقل. ايضا ضمن يعني دي قرارات. اما التوصيات ده الحقيقه هم لان ده موجود في القانون اللي بقول لحضرتك، ده موجود في القانون اللي هو موضوع تحليل المخدرات والكحوليات عشان نمنع ان اي حد يزور او اي حد يجيب ورق غير مطابق للضوابط والمعايير، يجب ان تكون هذه التحليل من خلال المعامل المركزيه في وزاره الصحه. وزي ما حضرتك قلتي العينات عشوائيا عشوائي شهري كل شهر ودوريا كل 6 شهور. ده مهم جدا يعني. طبعا موضوع قاعده البيانات للشكاوى اعتقد النهارده لما الكابتن يبقى عارف ان هو في اجراءات صارمه من الشركه هيلتزم بضوابطها، هيلتزم بمعاييرها. ايضا النهارده يتم مراجعه الاوراق والمستندات سواء الخاصه بيه اللي هي الشروط الاساسيه اللي ينضم فيها الكابتن للابلكيشن. هلا الشركات طالبت انه يكون عندها سجلات للسائقين من قبل السلطات المصريه، هل ستتجاوبون معهم؟ هذا اول سؤال. والسؤال التالي، هل هناك تجاوب من قبل هذه الشركات مع السلطات المصريه لتنفيذ كل تلك القرارات؟ عايز اقول حضرتك حاجه، القطاع التنفيذي في مصر متعاون جدا، وده كلام قالوه الشركات امبارح. يعني شركات النقل الذكي قالوا ان في تعاون، والدليل ان الحكومه كانت موجوده معاها. كان موجود الجهاز القومي لتنظيم يعني سؤال اخير باختصار، هل لديكم اي ضمانات لتنفيذ هذه الشركات هذه التوصيات والقرارات؟ طبعا ضمانها قطاع النقل الذكي وضمانها الجهاز القومي لتنظيم الانصراف. شكرا جزيلا لك، كان معنا من القاهرة عبر الهاتف أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب.